السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل opening لبايب أو لدكت ماشي في قلب الحيطة، هنيجي هنا من ماجيكاد كومان وهلاقي عندي هنا الفويد، يعني في مانوال وفي اوتوماتيك. أعمل سيلكت على الضغطات وأجي هنا أقول له أنا عايز أعمل فويد اوتوماتيك، هو بيقول لي سيلكت أوبجكت ولا كارنت فيو ولا سيلكتد اوبجكتس ولا سيلكتد ليفلز، اختار بالليفلات. هقول له سيلكت اوبجكت واقول له اوكي، هيبدا يعمل اوبننج في قلب الحائط. اهوت ولو انت عايز تتحكم في حجم الاوبننج ديت اهيت، لو انت عايز تتحكم في حجمها ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل موديفاي للداتابيزز للداتا سيت بتاعتك، واقول له انا عايز الفويد، فيبدا تقول له اوفست قد ايه من حق. لو هي ريكتانجل مثلا ممكن نسيب 50 50، وممكن لو هي دائري تبقى بالشكل دوت وهكذا. دي تقدر تتحكم فيها في حجم الفويد اللي موجود.